المشوار المتواصل في وتريات ليلية كما ذكرت أكثر من ضيف هذا المساء وأكثر من عنوان. كنا تحدثنا مع الناشر الأستاذ النوري عبيد. سنتحدث في هذا الجزء الثاني عن كتاب جديد صدر هذه الأيام، تساؤلات حول الجامعة المواطنية زمن الحجر الوبائي، تقديم الأستاذ الدكتور الباحث الأكاديمي المولدي قاسومي. ضيوفنا هذا المساء، نرحب بالأستاذ المولدي، مساء الخير. أهلا وسهلا، مرحبا بك وتحية لك والسادة المستمعين إذاعة شقف، وشكرا على الدعوة. كذلك سعيد هذا المساء باستضافة الفنان المبدع الأستاذ المثقف الأستاذ صالح ميدات، مساء الخير. مساء الخير فيصل، أهلا بك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة الثقة، مرحبا بضيوفك كذلك. كذلك لأول مرة عبر الهاتف وعادة تحضر معنا في الاستوديو الأستاذة الكاتبة الناقدة الأستاذة هدى كريد، مساء الخير. مساء النور فيصل، مرحبا بك ومرحبا بكل الضيوف الكرام، شكرا على الدعوة الكريمة، إن شاء الله نقضي سهرة ممتازة. نعم أستاذ مولدي قاسومي، كيف نقدم هذا العمل الجديد وهو عن تأليف جماعي، تساؤلات حول الجامعة المواطنية زمن الحجر الوبائي؟ شكرا على الدعوة وتحية مجددا. في الحقيقة ينبغي أن أقول أنه ثالث ثلاثة. نعم، يعني لأنه في الفترة الحجرية المفروضة كان علينا أن نقاوم بشكل ما، فبالتواطئ الإيجابي جدا مع الأستاذ نوري عبيد عميد الناشرين في تونس ودار محمد علي هذه الدار العريقة، تمكننا من ثلاث إصدارات جماعية في حقيقة الأمر، ذاك الذي سميته ثالثة ثلاثة، بالإضافة إلى إصدار شخصي هو مجتمع الثورة ومن بعد ثورة كذلك في نفس الآونة في جويلية الفارط. وقلت إذن بدعم مؤسسة روزا لوكسمبور وبالتعاون مع دار محمد علي الحامي أصدرنا جميع، أول هو حركية المجتمع التونسي في عشرية الثورة، طبعا هذا عندك عليه فكرة أكيد. نعم، وسنتحدث عنه إن شاء الله الأسبوع القادم أو اللي بعده، وهو كذلك. نعم. ثم الجامعة المواطنية، ثم الكتاب الثالث هو تساؤلات حول الجامعة المواطنية زمن الحجر الوبائي. وفي حقيقة الأمر هو التساؤلات يعتبر تتمة للكتاب الأول الذي اكتفينا فيه بالتعمق في مسألة الجامعة، وهل وجدت جامعة حقيقة أم نحن فقط في نصاب منظومة تعليم عالي مخصصة ومهيئة للتكوين المهني الفاشل، في حين أننا لم نرتقي بعد إلى مستوى إيجاد منظومة جامعية حقيقية، انطلاقا من سؤال مهم ومركزي يعود إلى الشروط الجوهرية لانبثاق وجود وتأسيس جامعة، وهو المسؤولية المجتمعية والمواطنية للجامعة. نعم. وأنت تعرف صديق فيصل أنه النماذج الكبرى في الجامعات في العالم، من نموذج هومبولت الجامعة الألمانية العريقة إلى الجامعات الأمريكية إلى الجامعات الأنجلوساكسونية، الجامعة تكون جامعة وتثبت جامعيتها إذا ما تحققت فيها جملة من الشروط أساسا، وأهم هذه الشروط هو بناء نظام معرفي يتجاوب بشكل يعني مباشر مع مقومات النظام المجتمعي. نعم، وهذا ما نادى عليه الأستاذ كمال الزغباني رحمه الله حول الجامعة الشعبية. نعم، ولذلك نحن في كتاب تساؤلات، لأنه كان لنا وأنت أكيد عندك الكتاب. نعم. خاصة أن التصدير سميناه لحظة تضافر بين الجامعة المواطنية والجامعة الشعبية. نعم. وأهدينا الكتاب الإهداء جماعي من كافة المشاركين إلى ذكرى الراحل كمال الزغباني. فإذن تساءلنا في البداية عن المسؤولية المواطنية والمجتمعية للجامعة التونسية، وبمساهمة تقريبا 16 باحث في ندوة دولية كانت منذ سنتين، يعني قدمنا مقاربة ما وقدمنا أطروحة ما، انتهينا فيها إلى أننا في حقيقة الأمر لازلنا لم نعيش حالة الجامعة التونسية، بل نحن نعيش في نطاق منظومة التعليم العالي. والمبررات في ذلك ربما تجدونها في متسع من الوقت إذا ما اطلعتم على الكتاب. وليس على خلفية مجازية، يعني ليس بالمنطق المجاز أن نقول معناش جامعة تونسية، بل انطلاقا من المعطى القانوني والتنظيمي والشرط المجالي الذي يقوم على الوحدة المجالية، وشرط آخر أيضا هو شرط الوحدة، وحدة النظام المعرفي وكذلك وحدة الجامعة الأكاديمية، ثم شرط هيكلي تنظيمي بالأساس هو استقلالية الجامعة
التنسيق في أبعادها الثلاثة: الاستقلالية المالية الإدارية، العلمية البيداغوجية، ثم الهيكلية التنظيمية. فوجدنا أن الجامعة التونسية في حقيقة الأمر بعيدة عن الاستجابة إلى كل هذه الشروط، وبالتالي الأسباب لحظة بربي فقط أني هذه الفكرة. وبالتالي فإن تعرف الأطروحة لما نطرح مسألة الجامعة المواطنية لابد أن ننتهي إلى أطروحة. أطروحتنا أن الجامعة في حقيقة الأمر لا تستجيب إلى شروطها ولا تقوم بمسؤوليتها المواطنية. والدليل أنه أنت اليوم أستاذنا الكريم صديقي فيصل، لما تلقى عندك 25,000 من المدرسين والباحثين، فيهم حوالي 15,000 وضعيتهم المهنية الجامعية وضعية مستقرة، ولكن هذه الشريحة الاجتماعية المهنية هي الأقل التزاما بالشأن العام في تونس، مقارنة مثلا بسلك المحاماة. 6,000 أو 7,000 محامين فقط، في 500 ناشط تقريبا هم المحرك الحقيقي للشأن العام والمحرك الفعلي. فأين مسؤولية الجامعيين المواطنين؟ هذاك علاش استأنفنا العمل في الفترة الوبائية بعد أن أنهينا الكتاب الأول وأعددناه للنشر. حلت الحالة الوبائية وجاء الحجر المفروض، فتسألنا ما حال الجامعة إذا كان هي في وضعها الطبيعي العادي السليم السوي، هي جامعة موبوءة. إذن علينا أن نتساءل عن وضعها زمن الحجر الوبائي. فكان الكتاب الثاني، وفي حقيقة الأمر هذا الكتاب يعتبر الأهم باعتباره هو نتيجة ثمرة وفكرة اكتملت نسبيا خلال الكتاب الأول، ويعتبر استئناف على مبدأ المراكمة ومنطقة الخبرة في استنطاق هذا الموضوع البحث، لا سيما أنه تقريبا بالنسبة للجامعيين الذين لم ينتبهوا إلى أن يحولوا واقعهم الجامعي والمنظومة اللي يعيشوا فيها إلى مادة بحثية مباشرة، ننبههم إلى أن أصعب ما يمكن أن يعترضهم هو أن عندما تلتفت إلى ذاتك وتريد أن تدرس ذاتك ومحيطك المهني والعلمي والبيداغوجي. وبالتالي فإن كتاب تساؤلات حول الجامعة المواطنية كان في مواجهة ثلاث مصاعب كبرى. الصعوبة الأولى هو كتاب بحثي ولكنه في حالة حجرية، في الفترة الحجرية، فترة الحجر الوبائي. الصعوبة الثانية المجموعة التي ساهمت والكتاب والباحثين تقريبا يعالجون موضوع كان يحتاج مسافة موضوعية مهمة جدا، والحال أنه تقريبا من أصعب ما يمكن أن يعترضه الباحث هو أن يلتفت إلى نفسه ويطرح الأسئلة التوجيهية وإشكاليات من هذا النوع حول المنظومة التي تمثل محيطه العلمي والمهني والبيداغوجي والعلاقي لغير ذلك. الصعوبة الثالثة والتي تعتبر رمز نجاح تخطيها، هو علامة النجاح والتميز لهذا الكتاب، هو أنه 6 من 10 مشاركين في هذا الكتاب هم باحثين وباحثات شابات وشبان، وهذا مهم جدا. البحث الفتي وقد راهن على ذلك وشرفي شخصيا وكذلك بتشجيع الأستاذ نور عبيد وبدعم المؤسس روزفلت فنبور أن مضينا في دعم هذا الشباب. علاش؟ السبب ليس فقط علمي، ولكن أولا إيمان بقدرة هؤلاء، خاصة وأنهم هم الذين اصطدموا بالحالة الموبوءة للجامعة التونسية بين عقفتين، لأنه أقر شخصيا أننا لا نوجد في نطاق جامعة. وبالتالي هذا الجيل الجديد الذي أدرك منظومة تعليم عالي تكاد تكون كاسحة وحلت عليها الجائحة، إذن كيف سيشق، كيف سيمضي إلى مستقبله في مواجهة هذا الواقع العسير والصعب جدا؟ فكان في الحقيقة، وأنت عندما تطلع على الكتاب تجد من تناول مسألة أنسنة العلوم بشكل عام، وأراد أن يترحل مثلا بالبيولوجيا والطب لينقلها من حالتها العنيفة التي تتعامل بشيء من تقريبا من العنف الرمزي في علاقة بالذات البشرية والعنف الإنساني إلى حالة إنسية، تجد من تعامل مع مسألة الحرية الأكاديمية وربطها بحرية التنقل من أجل العمل لأنهما حريتان لا تنفصلان عن بعضهما البعض، تجد من تحدث عن أشكال الصراع المستجدة زمن الحجر الوبائي، تجد من تحدث عن صراع النخبة الجامعية في كيفية تعاطيها مع هذه الجامعة مع هذه الجائحة، من عاد إلى الوراء وسكن في قرون خوال ليجد حلا لهذه الجائحة في حين ثمة من أراد أن يواجهها بالعلم.
وبالتالي نجد أن هذه النخبة الفتية تقريبا تخطت عقبة مهمة جدا وحققت نجاحا في أن تعالج إشكالية حارقة متحركة ثورية لا زالت في حالة جيشان ولم يتفطن إليها ربما أساتذة لهم يعني تجربة كبيرة جدا وتجربة عريقة في هذا التدريس. بل أكاد أقول أن هؤلاء الشيوخ الذين يتسلحون بالرؤية الكلاسيكية للمشيخية الأستاذية أرادوا أن يكونوا عقبة أمام هؤلاء الباحثين الشبان. تعرف أغلبهم اعتمد نعم، وهذا موضوع كبير جدا كبير جدا كبير جدا مأساة التساؤل. لذلك العنوان هو بعقل الأمر أسمعين اخترنا عنوان تساؤلات. هو العنوان كان لاحقا بعد أن أنهينا وأتممنا العمل قلنا إذن لابد أن تكون تساؤلات، لأن كل واحد من هؤلاء تعامل مع جملة التساؤلات التي استبدت به زمن الحجر الوبائي وهو في حالة حجرية في علاقة بالمنظومة التي يعيشها بمنظومة التعليم العالي الذي يعيشها بصفاته باحث. نعم، سنتحدث على كل تفاصيل هذا الكتاب أستاذ مودي قسومي، لكن بودي أن نستمع إلى تساؤلات الأستاذ صالح حميدات والأستاذ هدى كريد حول هذا الكتاب والدراسة عن بعد وما يسمى بالجامعة المواطنية. رأيك الأستاذ صالح؟ شكرا أستاذ فيصل، مع بعض تحية للأستاذ مودي قسومي طبعا والأستاذ هدى. معناها والله أنا باش نرجعوك إلى زمن الثمانينات وأنت كنت طالب في تلك الفترة. نعم. والله هو سي المودي يتحدث وأنا معناها قاعد نحس أنه فعلا هو معناها حط الكتاب والعنوان تساؤلات حول الجامعة المواطنية زمن الحجر الوبائي. أعتقد أنه الحجر الوبائي هذا والوباء في حد ذاته كان عنده يعني تداعيات لتقريبا كل المجالات يعني وكل ما يحيط بنا معناها في حياتنا يعني حياتنا اليومية وكذلك سواء كان احنا كبلد كمجتمع أو كعالم يعني باعتبار أنه الوباء هذا هو وباء عالمي. وربما حتى المصطلح مواطنية أعتقد أنه وهنا هو التساؤل اللي حبيت أن نطرحه للسلمودي باعتبار أنه المواطنة يعني حتى المصطلح مواطنة حتى كي ترجع للقاموس هو يقول مصطلح مستحدث يعني في اللغة العربية هو ليس مصطلح قديم معروف لأنه المصطلح هو حتى بال ما أعتقد أنه حتى باللغة الإنجليزية يعني ولا سيتوين نعم أي ولا سيتيزن تشيب نعم سيتيزن تشيب يعني باللغة الإنجليزية نعم نعم يعني المواطنة اليوم والمواطنية باعتبار أنه هو المصطلح المستعمل في الكتاب تساؤلات حول الجامعة المواطنية اليوم مش عارف حبيب الناس السيمودي هل أنه ما اليوم عندما نتحدث عن الجامعة المواطنية يعني وباعتبارنا في الفترة كما قلت أنتم زمن الحجر الوبائي هل أنه معناها الحجر الوبائي هو الذي يعني كان وراء يعني معناها ربما الرغبة في إعادة النظر بشكل يعني راديكالي لصح التعبير يعني في الجامعة. وأنا حسب ما قريت بعض المقتطفات من مما كتب يعني في المقدمة وفي بعض حتى في تقديم الكتاب يعني في الفقرة اللي موجودة في صدر الكتاب معناها تتحدثون عن أنه لابد من إعادة النظر في 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 عديد الأشياء يعني في الجامعة اليوم. الجامعة وذكرت المودي قبيلة يكون موبوءة يعني بالتالي اليوم ثم نظرة تكاد تكون شاملة لأنه يعني الوباء الفترة الوبائية هذه معناها هي التي كانت وراء تفكير يعني الجامعيين اليوم وتفكيركم أنتم يعني كمجموعة أساتذة جامعيين فالمراجعة هذه الراديكالية لصح التعبير وما علاقة ذلك حتى برؤية اليوم حتى كي نرجع اليونسكو في وقت ما
يعني بنشوفوا الأجندة 2030، يعني اليونسكو اليوم يطرح زادة ربما يعني واقع جديد وإيجاد تحقيق أهداف جديدة يعني للتنمية يعني البشرية في علاقتها بما يسمى اليوم بالتنمية المستدامة. يعني اليوم احنا يقولوا في العالم، بما أننا قاعدين نعتمد على مصطلح المواطنة، المواطنة هنا تعتمد يعني أنه هو مصطلح شائع في العالم، يعني أن سيتويان معناها نجم يكون في تونس، نجم يكون في أمريكا، نجم يكون في أي بلد. يعني بالتالي ثم باش نحكيه على عالمية المصطلح، بالتالي نقول شنو علاقته هذا بنظرة يعني كل تقول معناها نظرة أنه مستقبل الجامعة اليوم لابد أن يعاد النظر فيه باعتبار أنه ما هو موجود اليوم أصبح معناها غير منسجم مع واقعنا، باعتبار أنه هالوباء هذا خلانا نشعر فعلا أنه إحنا يعني لابد أن تكون لنا يعني مقومات أنه بش ننجح في المستقبل يعني في تعليمنا الجامعي، باعتبار أنه اليوم إحنا التعليم عن بعد كان مفروض رانا معناها منذ 20 أو 30 سنة، معناها من قبل كانت عنا رؤية أنه نشتغل عن بعد وعن قرب. بالتالي اليوم كي وجدنا أنفسنا معناها في فترة وقت اللي جاء الوباء نلقوا أنفسنا الجامعة غير قادرة على الانسجام على الواقع الجديد هذا. وطبعا المشكلة الجامعة برك، لكن اليوم باعتبارنا نحكي كان على الجامعة، إذا معناها هل أنه هذا يعني عنده علاقة بما تقول اليونسكو أنه التنمية المستدامة اللي مطروحة في المستقبل في العالم اليوم احنا لابد من انه يتجد معناها انسان معناها تكون يعني الاهداف معناها كنت مع اهداف تطوير للتعليم يعني بما يسمى اليوم بالمواطنة العالمية. يعني هناك من يقول انه لابد من بث روح جديدة يعني في الدارسين في الجامعة معناها حتى لتحقيق اهداف معناها اهداف حيوية لمجابهة التحديات اللي موجودة في العالم. تلك هي تساؤلات الأستاذ صالح ميدات. نأخذ تساؤلات الأستاذة الكاتبة وأعتقد تهمها خريجة الجامعة التونسية الأستاذة هدى كريت. مجدد الشكر سي فيصل على الدعوة، مرحبا بشي مولجي قسومي، مرحبا بشي صالح. في الحقيقة معناها الكتاب لا شك يعني كان يعني فرصة لإعادة النظر يعني في عديد المسائل، والدكتور يعني أفاض في الحديث عن الجامعة وبين معناها الواقع المنعش ربما أو الواقع المربك يعني والحلم المنعش. يعني نحن نواجه تحديات عديدة اليوم، يعني تحديات عديدة ملحة جدا في هذا العصر باعتبار أهمية المعطى الرقمي وأهمية المجتمع الرقمي يعني بصورة عامة. فيعني فما بالك اليوم بهذا المستجد هذا الوباء الذي يعني كان فرصة كما قلت لإعادة النظر في عديد المسائل، وكما وضح الدكتور يعني ثم إعادة نظر ثم نوع من الأوتوكريتيك والنقد الذاتي معناه لما نحن عليه في علاقتنا بالعالم يعني وتحولاته. سؤالي ربما يعني فقط يعني كما قال أستاذنا الكريم يعني هذه الجامعة الموبوءة وهذا الواقع الموبوء بصورة عامة، يعني في ظل هذه المستجدات هل ستشكل الجامعة بهذه الصورة ربما منحة لانتشالنا من أزمة، أم ربما ستضيف أزمات أخرى في إطار علاقتها بالديمقراطية أو بالفرص المتكافئة للطلبة في التحصيل يعني بمثل هذه الصورة؟ هذا هو سؤالي. شكرا. نعم شكرا. سنستمع إلى مولدي قسومي، لكن استراحة غنائية مرة أخرى للفنان صالح ميدات أحب السلام، ونعود نستمع إلى إجابة الدكتور المودي قسومي حول هذا الكتاب تساؤلات حول الجامعة المواطنية زمن الحجر الوبائي. يا سلام في هالوئام،
جنة لا في جنة يا سلام في الوئام. جملة فلاح جملة عش بالأمل ولا تحتار. جملة فلاح جملة عش بالأمل ولا تحتار. الحياة قلوب تعزف أوتار. الحياة قلوب تعزف أوتار. خلي الظلام يصبح أنوار. Dans tous les cas, le حب رحمة من السماء. جن خير مبافية. الحب قيمة ومعنى الوفاء. جن دنيا بتغبية. حياة عمل بدل وعطاء. جم بنسي نهكلي معنى السلام روح الإسلام. بصمتي تثرثر مشاعري فوق تلك الغيمة تستعذب الرقص بعيدا عن الظلال تنثر الرياحين نكست في غفلة عهدا قطعته مع الكمد فأنا أكره سنن النيام هذا المسبح المختلج بالدفء مذاق قهوة الصباح وذاك العبق بلون خطاي في دروب المدن العتيقة ذرني وسفر العشاق أجري لا ألوي على شيء طفلة شقية أفلتت قبضة أمها الحانية امرأة أنا بلون الضوء البري أذيب دخان الغروب في بياض الزبد وزرقة السماء أشتهي تبر تراب يسري في مسامي في لحظات الضياع وجواز عبور إلى مراقص الزهور. شكرا هدى كريد. كانت هذه قصيدة أختي بصمتي من مجموعتي الشعرية الثانية. نعم جميل. ومتى ستصدر هذه المجموعة؟ ولا صدرت في بغداد؟ صدرت في بغداد عند دار مرايا. فقط يعني انتظروا الشحن ووصول المجموعة بإذن الله. نعم. أو على الأقل بعض النسخ. وسبب الكورونا كذلك؟
وسبب الكورونا أكيد. نعم للأسف. نحب نشكر الأستاذ صالح حميدات على حب السلام أغنية كلمات والحان. متى سجلت هذه الأغنية؟ هي قديمة. هذه أغنية كلماتها شعر ألفة العبيدي. نعم تحية الألفة العبيدي الشاعر المعروف. نعم نعم من ألحاني يعني توزيع عماد البريدي. الحق هي كأغنية يعني حبينا نبلغ بها يعني رسالة سلام وحب، وكذلك ربما كان لاحظت في الكلمات معنى السلام روح الإسلام. يعني اليوم عندما نتحدث عن الإسلام هناك عديد المشاكل. الرسالة وصلت من خلال أغنيتك أستاذ صالح كما ينبغي، وإن شاء الله تبث مرة ومرات ومرات عديدة هذا النغم لأنه يستحق كل اهتمام كل تقدير. تحية لي كل ألف عبيدي ولي العمدة عماد البريدعي. أعود إلى الأستاذ ضيفنا هذا المساء. مرحبا. الأستاذ الدكتور مولدي كسومي. شكرا. إجابة عن تساؤلات صالح ميدات والأستاذ هدى كريد. وهو كذلك على كل حال هي تساؤلات عديدة أي مواطن أكيد. نعم. طبعا، ولكن مهم جدا أن أبدأ من حيث انتهت الأستاذة بتساؤلها حول آثار هذه الجائحة على واقع الجامعة، وخاصة نعم. وضعت الإصبع على الداء عندما أشارت إلى مسألة العدالة أو المساواة أو تكافؤ الفرص. وتعرف اللي بالأرقام وهي شاعرة، ولكن سأتعصف عليها قليلا وأحملها إلى حيث الأرقام الجافة والصامتة والتي لا تنبئ إلا بالحقائق المزعجة، فمعذرة سيدتي. ونحن نريد الحقيقة حتى نعالج الأمر، لابد من المعالجة الصحيحة. نعم تفضل أستاذ. من خلال دراستين، الدراسة التي قامت بها الأستاذة نزيهة مصباح وهي أستاذة في علم الاجتماع، وكذلك الأستاذ أبو بكر بن علي وأستاذ في تعلمية المواد، واشتغل معا كل على حده بطبيعة الحال، ولكن اشتغل في نفس الاتجاه على مدى استعداد الجامعة التونسية وجاهزيتها للدخول في هذا الطور الجديد من منظومة العمل، يعني العمل عن بعد. وانتهى معا إلى نتيجة أولى، أولا عدم جاهزية الجامعة التونسية بالمعطيات والأرقام والمعطيات اللوجستيكية وكل ما يمكن أن يهيئ إلى ذلك. ثانيا النتائج المزعجة في حقيقة الأمر والتي تعتبر مخجلة جدا، عندما نجد الجامعة التونسية بعد 60 سنة يعني في عمر الشيخوخة وجدت في وضع لا يؤهلها إلى أن تتجانس وتتفاعل مع أدنى مقومات وشروط منظومة العمل عن بعد أو نظام العمل عن بعد، بل يمكن أن تؤدي إلى عملية تصدع البناء المجتمعي المرتبط مباشرة بالجامعة. بمعنى لما نجد أن 70% فقط من الذين يرتدون الجامعة من أبناء الجامعة الطلبة الدارسين 72% لا يملكون القدرة لا التقنية ولا الإمكانيات المالية ولا يملكون التجهيزات ولا حتى ربط بوسائل الاتصال الحديثة، في حين 28% فقط هم الذين يحظون بهذا، أكاد أقول أنه أصبح امتياز طالما أن الدولة لم توفر ذلك ولم تستعد بشكل استباقي إلى ذلك. هذا المعطى الأول. المعطى الثاني، مقارنة بكل المؤسسات والمنشآت والهيئات الأخرى، نجد أن الجامعة من المفروض التي تنتج العلوم التصنيعية، تعرف لشانس اندوسترياليزانت، ومين تخرج؟ تخرج من الجامعة. نعم. جامعة حيث توجد الهندسة والمخابر والعلوم الإنسانية والفكر والشعر والأدب وكل الاختصاصات والتخصصات وكل المعارف والصناعة العلمية. هي آخر من التحق بالعمل بالاشتغال على منظومة العمل عن بعد، آخر المنشآت وآخر المؤسسات. نجد معمل طماطم يستجيب إلى هذا الشرط، والجامعة التي يتخرج منها كل القدرات وكل الطاقات العلمية والمعرفية لا تستجيب لها الشر. الأخجولة الأخيرة، اسمحوا لي باستعمال هذه العبارة، الأخجولة، نعم، الأخجولة الجامعية الأخيرة في منظومة التعليم العالي في تونس هو أن ما يسمى باليونيفرسيتي فيرتوال دي تونس، الجامعة الافتراضية في تونس التونسية اللي تعملها، يعني تقريبا أنشئت سنة 2002 لأغراض سياسية حتى يهيئ بها بن علي رحمه الله بأفعاله
حتى يهيئ بها المؤتمر نتاع المجتمع مجتمع القمة المعلومات قمة المجتمع المعلومات نتاع 2005 وما شابته من 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 يعني مسائل أخرى. اليوم بعد 18 سنة من وجود هذه الجامعة بمبانيها بمعداتها بموظفيها بإمكانياتها لم تهيئ إلى إيجاد منصات معرفية وبيداغوجية تضمن الحد الأدنى من التواصل البيداغوجي. هذه حقيقة. إذن أستاذتي الكريمة تعرف شو معناها هذه الجامعة؟ عرت سوءاتنا وكشفت أن الجامعة التونسية لا تكتسب ولم تكتسب من جامعيتها إلا الاسم فقط. هذاك علاش؟ وهذا يمررني إلى التفاعل مع الأستاذ صالح، خاصة أنه طرح زوج مسائل مهمة جدا. المسألة الأولى في مسألة إعادة النظر، هو في حقيقة الأمر مش الجائحة فقط وأثارها المباشرة والعميقة هي التي دفعتنا إلى إعادة النظر. أنا شخصيا أشتغل على مسألة المنظومة الجامعية منذ تو 5 سنوات، لأنه 2016 أصدرنا سابقا مع منظمة روزا لوكسمبورغ الجامعة والمجتمع في سياق الثورات العربية والإنسية الجديدة. هذا الكتاب ما هوش موضوعنا الآن، لأنه منذ إذن وأنا أشتغل على الأنساق الجامعية، ومنذ إذن أدركت وأيقنت أنها لا توجد جامعة فعلا. لما شفت النماذج الكبرى في العالم سواء بالدراسة أو يعني بالزيارات، يعني اطلعت على أقل وزرت 22 جامعة في العالم وشفت نماذج كبرى من العالم. فضرورة إعادة النظر ما هيش وليدة ما فرضته الجائحة، بل الجائحة أكدت على تلك الضرورة. هي ضرورة قديمة. أحيانا تكون ربا ضارة نافعة، معناتها لابد من التغيير. باش نعطيك زوج أمثلة صديقي العزيز أستاذ صالح، أمثلة يعتبروهم في تونس من أهم المكاسب بالنسبة للجامعة التونسية. نعم. التثبيت الوظيفي للجامعيين اللي هو مكسب اجتماعي حتى من منظور النقابي. شنو معناها؟ تجد الأستاذ الجامعي اليوم في الكونفورم تاع أنه مترسم وما عندوش كونترانت تاع إنتاج علمي، وبالتالي هذا المكسب الأول يعتبر من أسوأ المكاسب، وشخصيا أطالب بالتخلي عنه. والنقابيين اللي باش يسمعوني تو، رغم اللي أنا 25 سنة نقابي، أما النقابيين اللي باش يسمعوني تو ربما سيستشتون غضبا، ولكن هذه الحقيقة. تعرفش معناها ماذا يعني أن يكون أستاذ من اللي تم انتدابه هو أسيستان يترسم بعد عامين، ما عندوش إكراه متاع إنتاج علمي لمدة 35 سنة ويتقاعد على شكلة قيس سعيد 35 سنة دون أثر علم، واليوم يدرسوا معانا زملاء وزميلات 25 سنة برتبة مساعد وما نجمش يكمل وما حبش يكمل تلتاو، لأنه يعيش في ذاك الفضل والمنة بتاع التثبيت الوظيفي. لو كان جينا في سياقات جامعية حقيقية مدة عامين أو ثلاثة ما تتوجش إنتاج علمي حقيقي يخدم المجتمع ويخدم الجامعة، تطرد مباشرة، وأنا أتبنى هذا. المكسب الثاني ما يسمى عبثا باستقلالية الهيئات وهياكل التسيير الجامعي، ونحن اليوم تعرف نعيش على معارك وطيسة، معارك الانتخابات المجالس العلمية والهيئات التسيير الجامعية لغير ذلك. مأساة هذا المكسب، وهو مكسب، ولكن عندما يوضع بين أناس بين أيدي أناس يعني لا يتخلقون بأخلاقيات الجامعة حقيقة، تسمعوا بالفساد الجامعي أكيد. نعم تعرف أكيد. الجامعي من ينتجه؟ تنتجه تلك الهيئات المستقل باختصار شديد باسم استقلالية تلك الهيئات وباسم التثبيت الوظيفي الذي يضع الجامعي في أبهة وفي فضل أنه غير مهدد في, 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 في أكل عيشه في خبزه، لا ينتج ولا يفيد الجامعة. والهيئات المستقلة عبثا دون أن تضمن، علاش قلت بكرة الجامعة التونسية غير مستقلة؟ يعني استقلالية هي تبدأ بالاستقلالية العلمية أولا، ولابد من أجهزة رقابية وهيئات أكاديمية عليا تقوم وتراقب، تعمل ليفاليواسيون إلى فالوريزاسيون، التقويم والتقييم، حتى لا يفلت منها أي إنسان يعني يبقى 25 سنة يتحول إلى موظف. والسبب الذي يفرض ضرورة إعادة النظر هو إخراج الجامعة والنطاقات الجامعية من قانون الوظيفة العمومية، لأن الجامعين هم موظفين حقيقة، وهذا هو الخطأ القانوني والهيكل. لا ينبغي أن يكون الجامعي موظف. المعطى الثاني اللي تحدث عليه والمتعلق بسؤال سي صالح كذلك، المواطنة. صحيح مفهوم مستحدث في اللغة العربية،
ونحن لا نجد في اللغة العربية إلا من وطنة من الوطن وواطنة أي ساكنة فلانا فلانا في على أرض واحدة. ومع الأسف في تراثنا لا نجد يعني تفسيرا للمواطنة إلا أن نواطن على الماء والكلاء والنار أو نواطن مع بعضنا على طاعة الله ورسوله والأمر منه. لم نواطن على ما أبدعه جمهورية روما 519 منذ 519 قبل الميلاد وهو الحق لدروا دي سول ولدروا دي سون والذي تطور فيما بعد إلى أن أصبحت المواطنة هي الإقامة في إطار ثنائية الحقوق الشاملة والواجبات الشاملة. هذا ما عندناش نحن في تراثنا في حقيقة الأمر، لا تراثنا القديم ولا المستحدثين نظروا له كما ينبغي. هذاك علاش احنا لما نستعمل عنوان الجامعة المواطنية مش بصيغة The Citizenship University، لا بصيغة The Civic Minded University، خاصة سي صالح استعمل المفهوم الإنجليزي. ماذا يعني The Civic Minded University؟ يعني أن تكون المواطنة هي التطلع الذي ينبغي أن تصل إليه الجامعة انطلاقا أو بدءا من ضرورة القيام بمسؤولياتها وواجباتها المواطنية تجاه النظام المجتمعي. هذا إذن في حقيقة الأمر العنوان عادة العناوين هي تحاول تختصر إما المحتوى برمته أو ما ينبغي أن تصل إليه الأطروحة. فعنوان الجامعة المواطنية استعملناه كترجمة وكإحالة على ما ينبغي أن تصل إليه وتتحول إليه الجامعة التونسية، وليس في حقيقة الأمر ما تعكسه وما يعكسه واقع الجامعة التونسية. على هذا الأساس احنا اعتبرنا أنه ويعني كمجموعة من الباحثين في أجيال متعاقبة نجد بنا الأستاذ حميد بن عزيزة من الرعيل الأول من أساتذة الفلسفة، الأستاذ جوين غريب، الأستاذ جيلي شخصيا الأستاذ زهير بن جنات من جامعة الساقس، وجيل جديد هم طلبتنا وأصدقائنا الباحثين. يعني تقريبا على 3-4 أجيال متراكبة ومتتابعة وقفنا على هذه النتائج البحثية. اليوم نحن في حاجة إلى جامعة مواطنية، بمعنى الجامعة التي تستجيب أولا لكامل مقومات وشروط ومعايير المنظومة الجامعية الراقية بكل مقوماتها، وهي مقومات متعددة وطويلة قد لا يتسع لها المجال وهي موجودة ضمن الكتابين، بالإضافة إلى المسؤوليات التي ينبغي أن تقوم بها الجامعة، وخاصة تلك المسؤوليات من منصتها الأساسية هي الالتزام الذي ينبغي أن تتحلى به الجماعة الأكاديمية. على أساس أن أيضا كتأكيد بأن هذه الجامعة الأكاديمية متصدعة وغير موجودة أصلا، لأن هي بدورها شروطها ومقوماتها لا غير موجودة أصلا في منظومة التعليم العالي التونسي. هذاك علاش نقول نحن حتى الجامعيين زملائنا 25,000 بكل الدرجات والرتب وال15,000 اللي هم يعيشوا في رفاهية تثبيت الوظيفي أغلبهم لا يعلمون أننا في نطاق منظومة تعليم عالي، ولا يدركون أننا لسنا بعد في نطاق منظومة جامعية. هذه المشكلة. شكرا على هذه الإجابات الشافية الكافية أعتقد لتساؤلات ضيوفنا الأستاذ صالح حميدات والأستاذة الكاتبة هدى كريد، وهي تساؤلات يسألها أي مهتم بالجامعة التونسية. سنتحدث بعد قليل على أهم محاور هذا الكتاب، وسنتحدث كذلك على جديد صالح حميدات وهدى كريد. تسجيل لصالح ميدات يغني للعندليب الأسمر، وهو من الأصوات التي أعجب بها الفنان محمد الموجي، كان على وشك لكن العمر لم يسمح. نستمع إلى أي دمعة حزني لا، ألحان بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة بصوت صالح ميدات، ونعود.
أي دمعة حزن لا 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 أي جرح في قلبي لا 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 أي دمعة حزن لا 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 أي جرح في قلبي لا 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 أي لحظة حيرة لا 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 حتى نار الغيرة لا 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 عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام قلبي ده قلت مين عالبيبان ده قال لي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي لا قلبي ده قلت مين عالبيبان قلبي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي لا جاي ليه يا زمان بعد ايه جاي ليه يا زمان بعد ايه يا زمان من كام سنة قلبي وانا عايش هنا من كام سنة دنيا الهنا بتضمنا We're
كان هذا ضيفنا هذا المساء الفنان صالح ميدات. زمان هذه الأغام لن تعود سي صالح. والله يا بي طبعا نحن نحكيه على نحكيه على الجامعة يعني في الثمانينات وكيفاش وين وصلت اليوم وكما قاعد نتابعه مع مع الأستاذ مودي يعني التطورات قاعد نرجع تالي. طبعا انت اللي تعدينا فيه توا هذا فعلا هو من القديم يعني اللي قديم المتجدد يعني ربما اللي مازال اليوم مازال نعيش به الناس. نعم طبعا هذه الاغاني الخالده يعني الموسيقى العربيه. هناك جديد بالنسبه ليك صالح؟ هناك تعامل مع الشاعر المغربي مليك عبد النبي، هناك محاولات اخرى جديده ولا زال رغم هذه السنوات تقريبا 3 عقود وانت في الفن؟ نعم هو في الواقع هو ثم قسم مشترك ما بين كل الانتاجات وأن تكون انتاجات يعني عندها مغزى وعندها هدف يعني مع الشاعر مليكة عبد النبي لأن الحقيقة هي أستاذة يعني هي مغربية لكن مقيمة في مدينة زغوان. نعم تحية لها، هي كانت مفروض باش تكون معنا لكن الظروف خاصة منعتها. نعم يعني تم تقريبا 2 أعمال أنا يعني تعملت فيها معها تم عمل صباحي ذاك يعني كتبته الحق يعتبر من الأغاني ربما هي القليلة اللي ممكن تحتاجها يعني يحتاج البث الإذاعي صباحا. نعم وهي هدية لزملائنا الذين يعملون صباحا مع تخصص البرامج الصباحية تحتاج نعم. في حاجة كبيرة إلى أغاني نعم. صباحية. نعم نعم خاصة نعم. سلسة الكلمة هي اعتمدت يعني على طريقة محددة. أولا نحب نشكر الشاعر يعني هدى كريد جميل ما قدمته منذ قليل باش تسمعنا عنده نعم. جديد باش تسمعونا نعم. طيب بعد قليل نعم. نعم نعم بالنسبه للملكة عبد النبي يعني عندها اعتمدت يعني طريقه سهله يعني في التبليغ تقول صباح الخير حبيبي قوم يكفي دلال يكفي نوم نور الشمس ينادينا شدو التير يناجينا هل علينا صباح جديد صباح الحب صباح سعيد بالمحبة نقول ونعيد اجعل يومك أسعد يوم صباح الخير حبيبي قوم. يعني ربما تم دعوة إلى التفاؤل منذ الصباح وكذلك تعملت معها في عمل تمهيد لعمل يعني هي حاولت باش تكرم عبد الحليم حافظ يعني من خلال مسيرة كاملة عملت مقدمة لتحاور في عبد الحليم هي معناها تسأل في عبد الحليم وتحاوره يعني حاولت أنا من خلال العمل هذا معناها زاد نحاول زاد بطريقتي قدمت عبد الحليم وتذكر أنه في نادي طار الحداد في تونس يعني طلب مني أني أقدم عرض خاص بعبد الحليم وحاولت عملت معناها كرونولوجية كاملة منذ من الخمسينات إلى أواخر السبعينات يعني عبد الحليم في مختلف أنواع الأغاني نتاعه الخفيفة والوطنية والثورية ووصولا إلى الأغاني الطويلة حاولت نعمل برنامج وقدمته ونفكر في نادي طار الحداد يعني لأول مرة وطبعا هذا يندرج في إطار أنه لما تقدم عمل تكون ثم هدف من وراء العمل هذا أنك يعني تقدم يعني إبداع باش تقول يعني في وقت ما هاول أين وصل المبدعون في فترة ما مثلا قبل كان عبد الحليم لما يجلس مع محمد الموجي كانوا معناها ثم تناغم بين الشاعر والملحن والمغني. اليوم ربما نحس أنه هالرابطة هذه اللي الموجودة قاعدة تتقلل شيئا فشيئا. ممكن هذه يعني حاجات نحاولوا باش حاولت انا باش نستغل كذلك عبد الحليم عامل عن بعد مع الفنان مع الشاعر الكبير نزار قباني كان هو في القاهره ونزار في لندن وكان خاصه في قارئ الفنجان وظل هذا العمل حوالي 6 أشهر تقريبا لانجاز رائعه قارئه الفنجان. نعم يعني العمل عن بعد موجود منذ زمان ليس في زمن الكورونا فقط إلا الجامعة. نعم نسمع جديد الأستاذ هدى كريد، ما جديدك؟
والله إن شاء الله يعني رواية اعترافات نسابة يعني أتعهدها في لمستها الأخيرة بإذن الله. يعني هي مغامرة جديدة تأخذينها أستاذة؟ أي في إضافة إلى القصة الومضة والكتابات النقدية والقصص القصيرة إن شاء الله ما سيكون لي موعد مع الرواية. فقط يعني كما قلت هي في اللمسات الأخيرة أتعهدها وأحاول أن أمارس ربما نهائيات العمل الروائي. أيضا أستعد لإصدار كتاب نقدي دراسات عديدة يعني أجمعها حول ما قمت به في مختلف البرامج النقدية وكذلك أيضا في تقديم ربما الدواوي. فكرة يعني أن أجمع مختلف هذه القراءات. أنتظر كما قلت مولودي الثانية أن يفد علينا من العراق بإذن الله يعني في غضون هذه الأيام. نعم، أعود إلى تساؤلات حول الجامعة المواطنية زمن الحاج الوبائي ومع الأستاذ الدكتور المولدي القسومي. محاور هذا الكتاب؟ إذن طبعا محاور التزمت بمبدأ مهم جدا، لأنه حتى كيف نحضر الأرضية في أي عمل، وهذا يعتبر العمل الثالث على التوالي المتعلق بالجامعة، بدا من الجامعة والمجتمع في سياق ثورة العربية وضمن الأنسية الجديدة، ثم الجامعة المواطنية، ثم تساؤلات. نهتدي بجملة من المبادئ والتوجيهية، أساسها أن الجامعة تشتغل ضمن الديناميكيتين، ضمن الديناميكية المعرفية، وتعرف المعرفة هي مسألة كونية لا حدود لها. وهذا أيضا يخليني نرجع لما طرحه الأستاذ صالح بكري عندما تحدث على المواطنة الكونية اليوم، معناها العالم قرية صغيرة. نعم، العالم قرية صغيرة، وحتى مبدأ المواطنة الكونية والمواطنة المتجاوزة للحدود. اليوم ما عاد تم مواطن فرنسي ولا بلجيكي ولا المواطن الأوروبي بدءا من الاتحاد الأوروبي. على كل حال، وبالتالي الديناميكية الأولى هي ديناميكية المعرفة في عمقها الكوني، والديناميكية الثانية هي ديناميكية المجتمع، والمجتمع بدوره يعيش على المبادئ الكونية الإنسانية بشكل عام. على هذا الأساس الباحثين والمساهمين عندما يعني قدموا مساهماتهم في هذا الكتاب انطلاقا من هذه المبادئ التوجيهية. وكانت المحاور بطبيعة الحال فيها ثلاثة اتجاهات، فيها من يعني عالج المسألة على فوريتها وحينيتها، اتجه مباشرة إلى معالجة واقع الجامعة ومدى استعداداته لتخطي إكراهات هذه الجائحة. نجد في هذا النصاب على الأقل مساهمتين، مساهمة الأستاذ نزيه مصباح السعداوي بورقة عنوانها التعليم عن بعد في زمن التباعد الاجتماعي مدى جاهزية الجامعة التونسية، ثم ورقة الأستاذ أبو بكر بن علي الجامعة العمومية بين الصعوبات الهيكلية والقرارات السياسية المواكبة لجائحة كورونا. هذا اتجاه أول. اتجاه ثاني تحدث عن الآثار التي يمكن أن تترتب حينيا أو مستقبليا عن حلول هذه الجائحة، ونجد فيها على الأقل ثلاث أو أربعة مساهمات. المساهمة الأولى تحدثت عن أشكال الصراع المستجدة في الحقل الجامعي زمن الحجر الوبائي، وأحيي الباحثة الشابة سهاء غابري عندما التقطت لحظة مغادرة كمال الزغباني وأضافت تفتني لتطلب مني تعديلا في العنوان بعد تقريبا أن أنهينا وكان العمل عند في دار محمد علي عند سينوري للتدقيق. طلبت مني أن أضيف عنوان فرعي، الجامعة في انتظار الحياة. حلو. استنطاقا من رواية كمال الزغباني رحمه الله، روايته الأولى الموسومة ب في انتظار الحياة. نعم. وفعلا عدلت حتى الخاتمة متاع العمل متاعها لتؤكد على أن الجامعة التونسية يعني بشيء بخاتمة جميلة جدا، أن الجامعة التونسية فعلا تنتظر الحياة أو تنتظر أن تبعث للوجود. ثم مساهمة أخرى تتعلق ب طبعا في سياق دائما الآثار الفورية والمباشرة، تتعلق بوضع المرأة الباحثة، وهذه بحقيقة الأمر الباحثة شابة مختصة في القانون الدولي مريم سعادة، ولكنها ملتزمة مجتمعيا ومدنيا وجمعيا غير ذلك، وفطنتنا إلى تنبهت أكثر من غيرها، أكثر حتى من أساتذتنا، إلى مسألة أن هذا العمل غير المرئي وغير المؤجر الذي
يسطل كاهل المرأة الباحثة ولا يحتسب من عمرها إطلاقا، وهو عامل معطل للأستاذة الباحثة الجامعية في مستوى مسيرتها العلمية. نحن نحسب عليها أن هي أم باهدة كوردو، هي أم، ولكن ما نحسبوش عليها اللي راهو الكوجينة والأمومة واللهو بالصغار، هذاك يقتطع من العمر البحثي، بينما زوجها نعم. الذي ينعم بعدم تحمل هذه المسؤولية عنده عمر بحثي مفتوح وطرود قدامه، ومع ذلك هك تشوف وقع الجامعة وواقع المساهمة بتاع الباحثين التوانس. اليوم نحن 15,000 باحث نتصف عنا صفت، ما نجموش ننجو 1000 عمل علمي في العام، يعني منطقية للأسف 15,000 ما نوصلوش، ما وصلناش. آخر حاجة عملنا 870، يعني نقسموها 15,000 نلقوا كل 17-18 واحد متحامين في أن بيتي برودوي سيونتيفيك، اللي هي بينما المعايير الدولية يقول لك على الأقل عندك في العام شرط ضروري يلزم زوز إنتاجات، إنتاج مفهرس وإنتاج محكم على الأقل. يعني من المفروض نحن مطالبين ب 30,000 ننجو كان 870، اقسم 30,000 على 870 قليل جدا مقارنة بما يحدث في العالم. الباحثة مريم سعادة تفطنت إلى هذا الموضوع وعالجته بعمق. أيضا محمد أنور الزياني وهو أيضا باحث في مجال القانون تحدث عن الحريات الأكاديمية زمان كورونا والتأملات في فترة الأزمة وما بعدها، وفي حقيقة الأمر بشيء من الفتنة الحقوقية ربط بين شبكة الحريات، لأن الحريات لا تتجزأ. حرية الحرية الأكاديمية هي عنصر أصيل في حرية العمل وحرية الإنتاج. أكيد. وحرية العمل والإنتاج لا تتقيد مجاليا، وبمعالجة ذكية جدا يعني بتاع حقيقة الأمر باحث شاب ومتميز ربط بين هذه المتغيرات ليضع أنه من الآثار السلبية المباشرة لهذا الواقع الوبائي هو تقييد الحريات بأشكال بكل أبعادها. ولكن ثمة أثر إيجابي مهم جدا يتجه في اتجاهين لهذه هذا الأثر، يعني من بين أثار الجائحة أنها فرضت أنفنة العلوم الدقيقة أو ما يسمى بالعلوم الصلبة، وفرض عليها أن تلتحق بأهداف ومآرب وأصول ومرتكزات وأخلاقيات العلوم الإنسانية. الطب الذي تحول في فترة ما إلى سوق حقيقة الأمر، وشوف الكلينيكات أنت في تونس، وشوف المنظومات الصحية كيف ضربت. الطب في فترة ما في لحظة معينة من لحظات مقاومة الجائحة تلبس بلبوس الإنسية أو الإنسانية، وأصبح يعني يراجع ذاته. كل من العلوم المجاورة للطب والبيولوجيا راجعت كل أهدافها وممارساتها، واقتنعت بأن الدفاع عن الإنسانية لا يعترف بالحدود بين المعارف وبين العلوم. وهذه طبعا ما عبرت عنه ورقة مساهمة الباحثة روى الكافي، وهي مختصة وباحثة في مجال إنجليزية ما بين الثقافات. يعني تلاحظوا اللي هذا العمل هو متعدد الاختصاصات، ما هوش فقط. والجميل أنهم كلهم شباب أستاذ، وهذا مهم جدا ذكرتهم. ولكن طبعا لا نستثني طبعا لما نجد الأستاذة زينب التوجاني أستاذة الحضارة في كلية منوبة، فعلا عندما خاضت معرفيا وتعمق في الصراع الذي دار بين المحافظين، خليني نقولها بعبارة واضحة، بين المحافظين والتقدميين، بين المحافظين والحداثيين في استنطاق هذا الواقع الوبائي، وفككت وشرحت طبيعة الصراع داخل نطاق العلوم الإنسانية، وكانت لها الجرأة في أن قارعت أساتذة ما تسميهم أساتذة زويتنا الزيتونة، كلية الزيتونة، وطالبتهم بأن يلتحقوا بشكل نهائي وتام بحقل العلوم الإنسانية حتى لا يحتكروا تلك القدسية والحديث باسم الله، وحتى لا يحتكروا كونهم أساتذة في الشريعة وأساتذة في الدين. وبالتالي عليه حملتهم مسؤولية الالتحاق بحقل العلوم الإنسانية والخروج من الفضاء المقدس والدخول في الفضاء الدنيوي، لأن فضاء المعرفة هو فضاء دنيوي. يعني هذه تقريبا جوفيات دخلت إلى الصراعات الجوفية لمجال العلوم الإنسانية. نعم. هذه أهم طبعا المساهمات، بالإضافة هناك مساهمة المودي قسومي سنستمع إليها بعد نغم لضيفنا هذا المساء الأستاذ صالح حميدات. لا تلومي يا صبية من أجمل ما غنى صالح حميدات في مسيرتي، نستمع.
لا تلوم الشكوى فيا إنني ألغيت عشقك إنني ألغيت عشقك مذ عشقت البندقية لا تلوم لا تلوم لا تلوم لا تلوم لا تلوم يا يا صبي لا تلوم يا صبي لا تلوم الجفوة فيا لا تلوم يا صبي لا تلوم الجفوة فيا إنني ألغيت عشقك إنني ألغيت عشقك مذ عشقت البندقية لا تلوم لا تلوم لا تلوم لا تلوم لا تلوم يا الزمان كبل جورا يدي مذ تحدان الزمان كبل جورا يدي زمن الإرهاب هذا والعقول السلطوية زمن الإرهاب هذا والعقول السلطوية قتل الأحساس فينا غيب فينا الهوية قتل الأحساس فينا غيب فينا الهوية أعذرين أعذرين لم أخنك يا صبية إنما الخوان فينا من تنكر القضية أعذرين أعذرين لم أخنك يا فتية إنما الخوان فينا من تنكر القضية لا تلوم لا تلوم لا تلوم لا تلوم لا تلوم يا يا صبي لا تلومي يا صبي لا تلومي شفوتي لا تلومي يا صبي لا تلومي شفوتي إنني ألغيت عشقك إنني ألغيت عشقك متعشقت البندقية لا تلومي لا تلومي لا تلومي لا تلومي لا تلومي يا صبي شرف الإنسان أمسى دوسه رمز الفتوى شرف الإنسان أمسى دوسه رمز الفتوى منطق الغاب استقام إنما نحن الضحية شرف الإنسان أمسى دوسه رمز الفتوى شرف الإنسان أمسى دوسه رمز الفتوى منطق الغاب استقام إنما نحن الضحية كم خطابات سمعنا كم شعارات قوية كم خطابات سمعنا كم شعارات قوية غير أن ما سمعنا طلقة من بندقية كم شعارات قوية كم خطابات سمعنا كم شعارات قوية غير أن ما سمعنا طلقة من بندقية أعذريني قلت إني كنت ما زلت وفيا إنما الخوان فينا من يتاجر بالقضية أعذريني قلت إني كنت ما زلت وفيا إنما الخوان فينا من يتاجر بالقضية لا تلوم لا تلوم لا تلوم لا تلوم لا تلوم يا يا صبي لا تلومي يا صبي
عشقا إنني ألغيت عشقا وتعشقت البندقية. لا تلومي لا تلومي لا تلومي لا تلومي لا تلومي يا يا صبية. عقيق على ثغري نسيمات افترت على حروف مباركة التقطها الشغف. سأغلق بابي على أسرار الدم وأرنو إلى الشعر الأخضر أقدم شظايا المروج وأنتشق سحابا لا ينحدر إلى جرح. كم كنت بين حضور وغياب تقاسمتني الخطايا وضع دمي بين الوجع والخذلان. سنة أتت وتلك اليوم مضت ظلال ضياء مواربة نجوم وسوسان على حافة الضياع. سبحان الذي أسرى بي من زمن إلى زمن ومن عدم إلى ميلاد. طيور أبابيل رجمت أرض عاد. لن يجري غير الماء يمشي إلي يترقرق بين يدي. خمري خبيئة الجرار تسكب العقيقة على ثغري تهديني القمم تستنبت الأجنحة وتقفو خطى الراقصين. شكرا لكم. شكرا لك أستاذة الشاعرة هدى كريد على هذه القصيدة. وعلى كذلك أشكر سارة حميدات لا تلوم يا صبية. هل هناك محاولة إعادة مثل هذه الأغاني في هذا الزمن سنة 2020 وبعد 2020؟ استاذ صالح نعم قلت لك طبعا هذه الاغاني لن تموت رغم مرور سنوات طويله. نعم لن تموت زمن الارهابي هذا. يعني احنا نعيش اليوم مثلا الزمن هذا هو عندما تحدثنا عنه في فتره ما هو ما زلنا نعيش فيه اليوم. لكن حبيت انا نعطي معناها مش عارف قبيلة سألتني على الجديد. نعم فيصل حبيت نقول لك أنه من الأعمال الجديدة ثم عمل يعني هو في الحقيقة تقريبا ثلاثة أعمال. ثم عمل معناها عنوان يتيما وكذلك ثم عمل آخر فكر بغيرك لمحمود درويش. نعم وثم عمل آخر يعني فكر بغيرك كذلك. هناك تجربة مع مرسال خليفة غناها في مهرجان صفاقس الدولي منذ سنتين تقريبا. نعم. هو ثم نوع من الأغاني اللي تنجم تكون فيها أكثر من تجربة لحنية يعني تعرف. نعم أكيد ثم بعض الأعمال تتلحن مرتين وثلاثة بالتالي معناها تفاعلات. وتعرف اللي مثلا بالنسبة لمحمود درويش قليل الأغاني الموزونة عنده فبالتالي اللي يقتنصها من الملحنين بالتالي ديما يحاول كيفاش معناها يستغلها. أما حبيت نرجع العمل الأول يا يتيما هو أولا ساعة منسجم مع هالفترة هذه اللي احنا توا قاعدين نعيش فيها في المدة الأخيرة يعني ثم وهنا نشوف قيمة اللغة العربية. يعني عندما احنا لغتنا العربية لغة معناها يعني فيها جوهر. يعني هي لغة هي اللغة الأم يعني بالنسبة لنا تحمل الهوية نتاعنا تحمل يعني مرتكزات وأسس تواجدنا يعني في المحيط. نعم وإنما البيان إلى سحرة. نعم عندما نقول فاقد الشيء لا يعطيه اليوم فاقد الشيء لا يعطيه هي مقولة سحرية يعني من الأثر مقولات العربية. احنا عندما ننتقد شخص نقوله يعني فاقد الشيء لا يعطيه. انت مش ممكن اليوم باش تجي الإنسان تقوله اعطيني معناها شيء هو غير هو لا يملكه. نعم لا يمتلكه. نعم لا يعطيه يعني فقد الشيء اللي يعطيه تغيرت في إطار آخر وأصبحت معنى فقد الشيء ويعطيه. جميل يعني كان من اللي بش يعطيه. نعم
فهمني لي باقي شيء ويعطي فهمني. هذه حالة على الدخلاء على العديد من المسائل، فاقد الشيء ويعطيه. نعم فاقد الشيء ويعطيه. احنا فاقد الشيء ويعطيه هذا ثم شاعر يعني أردني هو كتب عن محمد عليه الصلاة والسلام، يقول أنه محمد يعني احنا بيدنا ما كناش ربما نتصور هذا، هو يتيم يعني في الأصل نتاعه، هو معناه رسولنا الكريم هو يتيم، لكنه رغم يتمه رغم فقدانه يعني لحنان الأب والأم حبب يعني الناس في آبائهم وأمهاتهم، بالتالي هو فقد معناها قيمة حضور الأب والأم، ولكن حببنا في أعطانا يعني أعطانا ما يعاكس كلمة اليتم. يعني كذلك بالنسبة للفقر هو فقير، يعني نعرف أنه هو يعني وضعيته الاجتماعية والاقتصادية كانت يعني معناها وضعية معناها معروفة أنه كان يعني معنى ماديا غير معناها قادر على أنه يقوم نعم. بالتالي حتى لما وسندته زوجته خديجة نعم. خديجة وخديجة كانت يعني معناها السيدة خديجة هي السند الأول السند نتاعه معناها الاقتصادي والمادي اللي خلاته يعني، فبالتالي هو فقير ولكنه دعانا إلى مؤازرة يعني الفقراء والمساكين، فذلك علاش فقد شيء ويعطيه. جات الكلمات معناها وجات الأغنية هذه معناها ممكن تغني لنا منها شوية مقطع ولو مقطع غني منها من نعم تفضل نعم. يا يتيما علم الدنيا حنان الأبوين، وفقيرا علم الناس سخاء الراحتين. يا يتيما علم الدنيا حنان الأبوين، وفقيرا علم الناس سخاء الراحتين. قد غمرت الكون نورا يتحدى الفرقدين، وملأت الأرض بالعدل فعم الخافقين. حين ساويت بلالا بعلي آخوين، وحطمت الكفر والظلم فدك صنمين. يا يتيما علم الدنيا حنان الأبوين. جميل جدا أستاذ صالح، اقترح عليك علاش ما نشوفوش فيديو كليب على اليوتيوب، وهو السلاح لكل فنان هذه الأيام. نعم. لابد نعم. من التعامل مع التقنيات الحديثة. سمحني نعم. يعني أغاني سي صالح يعني الأهم يعني النبل رسالة الفنان يعني أولا في القدرة على الجمع يعني بين ما هو جديد وبين من يروح القدم والعراقة، وتمرير من رسائل راقية في زمن يعني نحن في حاجة إلى مثل هذا الفن من للرد على معناها مسائل عديدة نعيشها اليوم من إرهاب واستقطاب وما إليه، معناها مثل هذا الفن والذي يبقى هذه صورة ناسعة على النبي والصورة ناسعة على الدين يعني بغض النظر عما يمارس من ممارسات شائنة. نعم لكن لابد من التعامل مع التقنيات الحديثة، لابد إنجاز فيديو كليب أو أغنية مصورة بطريقة حديثة جدا ومكلفة حتى تصل للملايين. هي موجوده على اليوتيوب تحطت يعني. نعم تفضل استاذ مولدي. بالاضافه لكون سي صالح مانيش عارف عنده قيمه تو متداول عنده شين يوتيوب ولا لا، لانه بصراحه عندي شين يوتيوب. نعم نعم جوستمون هذا المهم جدا، لان الرساله اللي كنت نسمع فيها تو من خلال المقطع الغنائي فهو كان ينجم يكون رساله مقاومه لأي شكل من أشكال التطرف العنيف اللي شفناها الأيامات الأخرانية. بالضبط. أغنية كيفك، وخاصة الشباب اليوم كما يقولوا بلغتهم توا برانشي ياسر على التكنولوجيا الاتصال الحديث وفضاءات التواصل الاجتماعي وشبكات الاجتماعية، يعني في عود ما يشوف بقدر ما قاعد يشوف في خطابات متاع بعض الأئمة التكفيريين اللي من ثلاثة أيام التالي فيهم من دعا إلى فصل الرؤوس خاصة يعني وتم تداول الفيديوهات هذيك، كنا نجم نقاوبوها
لكن الخطاب هذا نقاومه بأغنية كيفك. نعم. ثلاث أبعاد، بعد بيداغوجي وبعد معناه ترب بيداغوجي وبعد معرفي، لأنه يرجعنا لخصال سيد الأمة أصيلة وروح بالإضافة للذوق، الذوق حتى الذوق في اللحن وفي الموسيقى وفي الكلمة. هذه أبعادها ثلاثة تخلي الإنسان مرتاح، وخاصة الشباب الصغار هذوما اللي هما انفعاليين برشا بالخطاب الديني المتطرف. نعم. مؤخرا الفنان المصري المعروف وهو ليس ببطرب وليس بفنان محمد رمضان أصدر أغنية كعادتي من الأغاني الشبابية كما يقال، في ثلاثة أيام تقريبا أكثر من 7 مليون مشاهد، وهذا رقم كبير جدا، ونجد أغاني راقية جدا لا تصل للجمهور، هذا مؤلم. نعم. أعود إلى مداخلة الأستاذ مودي قاسومي في هذا الكتاب الفيروس التاجي وضرورة إعادة بناء الجامعة التونسية. إذن نعم، يعني في حقيقة الأمر هو كما تلاحظ، يعني طبعا خلينا ننسى العنان شوي، الفيروس التاجي كترجمة للكورونا فيروس. نعم. ولكن الجزء الثاني من العنوان ضرورة إعادة بناء الجامعة التونسية. بدأت في هذه المحاولة إلى تشخيص دواعي تجاوز فكرة الإصلاح بحتمية إعادة البناء. علاش؟ خاطر في حقيقة الأمر لما نقرأ كل القوانين، شبكة القوانين المنظمة للتعليم العالي في تونس باستثناء القانون المنشئ للجامعة التونسية متاع عام 58، كل القوانين الأخرى هي منظمة للتعليم العالي، فماش حتى قانون منظم للجامعة. فبالتالي الجامعة أصلا لما بنيت على أساس أنها منظومة تعليم عالي مش جامعة، وبنيت على أساس محدد آخر غير موجود، وهو الجامعات في العالم كله تبنى على أساس إرساء سياسة علمية. أحنا بنينا منظومة من أجل إرساء سياسة تعليم، سياسة تعليمية تنتج التكنوقراط، تنتج الموارد البشرية للدولة، تنتج الكفاءات والكوادر، وبالتالي تنخرط في منطق إعادة إنتاج الدولة. ما هوش لا تنخرط في منطق أني تطور الدولة وإلا تطور المجتمع وإلا تدخل وتعالج النظام المجتمعي بهناته بعناصر التخلف فيه، بالعناصر المنعرجة ولا ما يعرف فيه إلى غير ذلك. وهذاك علاش أثرت الحديث على ضرورة إعادة بناء الجامعة، بالإضافة لكون المرتكزات متاع الرهان على هذا الاتجاه موجودة أصلاً في صلب الجامعة التونسية، ويمكن أن نحددها بمسألتين كبيرتين. ثم مسألة تلخص بالتناقضات الهيكلية الموجودة أصلاً في الجامعة التونسية، ومسألة فرضتها وكشفت عنها الجائحة المستجدة، الفيروس المستجد، عندما وضعت الجامعة والجامعيين في الحجر. إذن ما العمل؟ كيف جينا نلوج على ما العمل؟ يجينا روحنا عايزين حتى على تأمين الحد الأدنى الضروري المقبول من المعطيات الوظيفية لهذه المنظومة اللي هي منظومة تعليم عالي للتكوين المهني الفاشل، واللي نحب نسموها بالسيف منظومة جامعية. إذن بحثت عن الحل. الحل ليس في الإصلاح. تعرف اللي نحن عشنا 4 تجارب إصلاح هذه المنظومة. نعم. وكل إصلاح يتحول إلى إفساد. سني با اون ريفورم، سيتي اون ميفورم في المرة الأولى بس مع الأسف. وهذه ونرجع كيما بكري أشار سي صالح لليونسكو، علاقتنا نحن بها وتصنيفنا نحن، ونحن مرة في الفعل كيف تطلع جامعة الساقف، مرة في التركيب بتاع الألف جامعة الأولانية، مرتين ولا ثلاثة طلع جامعة الساقف، ومرة جامعة المنار، وداخل كل علاقة كيف تطلع مرة في الفعل ضمن التصنيف بتاع الألف جامعة في العالم، بالنسبة لنا يعتبر إنجاز استثنائي وعظيم، بينما هو يعني مدعاة للخجل في نهاية الأمر. نعم، خاصة بعد 60 سنة تأسيس. ما بناء على جوستومون بعد 60 سنة، بناء على ذلك ذهبت إلى البحث عن هذه الدواعي. في حقيقة الأمر الدواعي متعددة، ثم دواعي هيكلية، ثم دواعي قانونية، ثم دواعي لوجستية، ولكن الأهم بالنسبة لي واللي ركزت عليه
على اعتبار أن العمل ما زال مستمر، لازلت أشتغل على الجامعة المواطنية وعلى المنظومة الجامعية، وربما خلال دخلت في مسار يعني الترتيب وتنظيف، يعني عندي مسودة بتاع آخر كتاب آخر حول نفس المسألة استئنافا لهذا العمل، فتوقفت في حدود الاشتغال على الأسباب والدواعي القيمية المعيارية والأخلاقية، ووقفت على مسألتين جوهريتين. المسألة الأولى سميتها خشداشية النظام القيمي والعلائق لدى الجماعة العلمية، والخشداشية في الحقيقة هو مصطلح استنطقته من كتاب المرحوم فقيد الجامعة التونسية محمد الطاهر المنصوري، وهو مؤرخ مختص في التاريخ الوسيط. نعم رحمه الله. ورحمه الله، وجاد علينا بهذا المصطلح، وهو مصطلح مملوكي كان يلخص في الفضاء اللي فضاء مصر وبلاد الشام آنذاك في القرون الوسطى، يلخص العلاقة السائدة بين من يعتق المماليك وأولئك المماليك الذين يتربون في حضنه ويتربون على قيمه. فتلك القيم تسمى بقيم الخشدشية. ما هي قيمة الخشدشية؟ ثلاثية الأبعاد، السيد، المماليك أو الرق الرقيق الذين يعتقهم، وطبيعة العلاقات الأفقية بين مجموعة أولئك الرقيق. وأسقطها هو بذاته من خلال كتابه Les Enfis du Silence، مدارج الصمت، أسقطها على واقع الجامعة التونسية واعتبرها أرضية لاستشراء الفساد في الجامعة التونسية. استأنفت وركمت عليه قراءة أخرى، واعتبرت أن خشدشية السائدة ضمن أو المتحكمة في شبكة القيم السائدة في المنظومة الجامعية التونسية هي التي تدعو إلى ضرورة مراجعتها مراجعة جذرية وهيكلية، مراجعة تامة وليس مجرد إصلاح، بدءا بتغيير القوانين المنظمة كما أشرت منذ قليل. إذا كان ما نتخلوش على حاجة اسمها تثبيت وظيفي لنفرض على الجامعي أن يكون جامعيا وليس موظف، ونفرض عليه معيار وحيد وأساسي أو ربما معيار حاسم اللي هو الإنتاجية العلمية المستمرة، لا يمكن أن نتخلص من هذه الخشدشية لسبب بسيط. الخشدشية هو أنك تبني شبكة علاقات في نطاق تلك الهياكل، الهيئات أو لجان الانتداب والترقيات والتسميات إلى غير ذلك، نعم. اللي هي مستقلة ولا سلطان عليها إلا ضميرها، ولكن في نهاية الأمر تجد ملفات التأهيل بالمراكنة وملفات وشهادات الدكتوراه تباع خلفة، فأقول ذلك على مسؤوليتي الشخصية مش على مسؤوليتي إذا أتسفاقس ولا برنامج وتريات الليلية، وإلى درجة أنه يمكن أن نتحدث حتى على الهيئات الموازية للجان العلمية الوطنية. اليوم لما تجد أن الأساتذة ليأخذوا رتبة أستاذ محاضر يمرون بلجان خاصة تتحدد وفقا لعلاقات رؤساء الجامعات، بينما لا ينخرطون في شروط الهيئات واللجان الوطنية للدكتوراه والتأهيل. اللي أعطيك مثال في قسم علم الاجتماع اللي أنا ننتمي له بدون ذكر الأسماء أستاذ. لا دون أسماء، أنا أذكر مؤسسات قسم علم الاجتماع. نجد في السنة هذه 11 واحد ارتقى إلى رتبة أستاذ محاضر، فيهم أستاذين فقط تحصلوا على التأهيل وفقا لشروط ومعايير العلمية للجنة الوطنية للتأهيل والدكتوراه اللي أنا ننتمي له، والتسعة بما يسمى الأدهوك اللجان الخاص. هذه سماها سي محمد الطاهر المنصوري الله يرحمه الخشداشية. نعم العلاقات، شبكة العلاقات. وهو شبكة العلاقات. المعطى الثاني وهو ضرب النظام المعرفي للجامعة وتركيز نظام التفاهة، تأسيا بما كتبه الفيلسوف ألان دونو لا ميديوكراسي في كتابه، الفيلسوف الكندي اللي خرج كتاب نظام التفاهة. نحن الجامعة التونسية اليوم حتى يعاد بناها لابد أن تتخلص كما قلت أولا من الخشدشية، أن تتخلص ثانيا من نظام التفاهة الذي هو بصدد ضرب النظام المعرفي. باش نعطيك أمثلة بسيطة جدا. نعم. في اختصاصات عديدة لم تعد المعارف العلمية تبنى داخل أسوار الجامعة، بل تبنى خارجها حسب معايير وحسب شروط ومقاييس الممولين لبايور دو فون، وحسب
أنشطة ما يسمى بجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، واليوم ما عادش تنجم تعمل أطروحة وتسجل أطروحة على الإرهاب في تونس. تعرفش علاش؟ لماذا؟ لأنه الدوائر الدولية والممولين ما عادش يعترفوا بكلمة الإرهاب، يقول لك التطرف العنيف. ماذا يعني التطرف العنيف؟ معناها كيما اللي ذبح وقص راس في كنيسة، كيما اللي احتساء قارورة نبيذ ولا الكول ولا اللي هو ومارس العنف، واحد عمل عنف رمزي واحد عنف بالطرف اللي كانت نابية، واللي قطع راس، هذوم الكل ينتمو إلى فضاء التطرف العنيف. ماذا يعني هذا؟ يعني الدوائر التي تتحكم في النظم المعرفية تحب تتحكم حتى في المعجم، المعجم الذي يتم استعماله، وتجد أن الأطاريح والبحوث أصبحت تتبرأ من البحوث من هذا النوع. اليوم لما تقترح أن تشتغل على الشعبوية، لا، هذايا إيديولوجيا. إذن إذا كان العلوم الإنسانية ما تشتغلش على كل ما يتحرك الآن في الواقع وفي الفضاء العام، إذن ما هي مهمتها؟ هذا إذن شيء ترك العنان وترك الفضاء العرفاني لتتحكم فيه أطراف غير جامعية غير أكاديمية، وخاصة أنه، وهذه مأساة ما يسمى بالجامعة التونسية، أنه في البرمجة وما يسمى باللجان القطاعية اللي تأهل كل 3 سنوات المواد ليست مستقل، هي فقط تقترح، وكالبنية الكبيرة العالية للشارع محمد الخامس بتونس العاصمة فيها مجموعة من البيروقراطيين والتكنقراطيين يوفقوا لك على المواد هذه وما يوفقوا لك على المواد هذه، وأحيانا تفرض مواد بمنطق أفقية تعليم المواد، تفرض على كامل على 17 ولا 18 ولا 20 اختصاص، اختصاص في قفصة واختصاص في تونس واختصاص في صفاقس، واللي هو بتعلة توحيد النظام المعرفي، والحال أن تلك الاختصاصات لا تستجيب. ولكن يعني فلسفة الوزارة وفلسفة سلطة الإشراف هي التي تتحكم في النظام المعرفي دون أن تضمن حرية المعرفية والأكاديمية لأهل العلم ولأهل الاختصاص باقتراح التخصصات والمواد. يعني هذه أمثلة بسيطة جدا. نعم. ومن وحي الواقع الذي تعيشه الهيئات والهياكل يعني التسييرية للجامعة التونسية، هذا الذي أسقطنا في مسار من ضرب النظام المعرفي وتركيز نظام التفاهم. نعم. شكرا دكتور المولدي قسومي الباحث الأكاديمي، تحدثت وكانت فصحى رائقة جدا معك في كتاب تساؤلات حول الجامعة المواطنية زمن الحجر الوبائي. حب ناخذ كلمة من الفنان والمبدع الأستاذ صالح حميدات عما سمعه عن هذا الكتاب، وهو تصفح بعض صفحات هذا الكتاب، كذلك الأستاذ هدى كريد. أستاذ صالح. نعم. في كلمة. في كلمة أنا أقول ربما معناها هي فرصة طيبة جدا، معناها التساؤلات هذه هي فعلا معناها تخلينا نشعر بكون هناك ضرورة إيجاد يعني مناخ جديد معناها لتغيير واقع الجامعة. نعم. وهو صيحة فزاعة هذه التساؤلات. نعم. هي صيحة. نعم. فزاعة. نعم. لكن ثم تساؤل حبيت نطرحه، هو ثم كلمة متداولة هنا سي المولدي في الفترة الأخيرة، وخاصة ذكرتها أنتم وذكرها أعتقد أنه جت في مداخلة حميد بن عزيز هكا. بن عزيز. أي. بن عزيز. التعليم عن بعد. أي. زمن التباعد الاجتماعي هكا. أي. ثم كلمة ثم التباعد الاجتماعي، هل أنه اليوم إحنا ما نتداوله في الفترة الأخيرة نقول التباعد الاجتماعي، هل مش المطلوب هو أكثر التباعد الجسدي أو التباعد الجسدي؟ هي الجسدي في الأصل، ولكن التباعد الجسدي أعتقد يعني أي. عندما نقول التباعد الاجتماعي هو فعلا هو نتيجة ربما الوباء اليوم خلى أنه المجتمع أصبح يتباعد، أفراد يتباعدوا عن بعضهم، لكن هو المصطلح أعتقد أنه تباعد جسدي وليس تباعد اجتماعي. هو تمام. نحن يعني الأدق والأصل حتى يعني انطلاقا من الحق الاختصاص الاجتماعي اللي ننتمي له. نعم. التباعد الجسدي هو الأصح، ولكن نحن. نعم. تعاملنا مع ما هو مصطلح عليه مع الاصطلاح السائد. نعم. يعني ليديوم لشان إيديوماتيك.
ولكن في تفسير آخر في أكثر من مقال هنا موجود في الكتاب مثل ما شخصيا فسرت قلت ترون استعمل الحجر ما هوش حجر صحي بالكل هو حجر وبائي فرضه الوباء مثل ما صححنا استعمال الحجر الصحي ليصبح الحجر الوبائي صححنا في المتن أيضا استعمال التباعد الاجتماعي لنستعمل التباعد الجسدي ولكن فيما رأيته أنت هو تبني الاصطلاح السائد وكأننا ننطلق مما هو متفق عليه لنصل في نهاية الأمر إلى تصحيح الأمر. أستاذ هدى كريد. والله كما قلت فيصل يعني كانت فسحة رائقة في منها في كل منها أرجاء الواقع يعني هذا الكتاب أفاض عن أكثر من شاغل وارتحل بنا منها إلى الواقع بكل صحيح منها إكراهاته وكل منها مشاكله لكن في نهاية المطاف ثم دماء منها رغم هالجامعة الموبوءة كما قال لكن ثم دماء فسحة أمل وثم إمكانية مع روح الشباب وهالروح التحدي القادرة أكيد على التسلح منها بالإرادة من أجل معناها فتح آفاق أخرى أمام الجامعة الافتراضية وأمام الجامعة المواطنية في واقع معناتها لا بد فيه من معناها تحويل الحياة إلى حياة معناتها افتراضية قائمة على رقمنا وما إليه. نعم. الكتاب مرتبط جدا بسياقه التاريخي مرتبط جدا بكل معناتها الرهانات اللي يعيشها التونسي في عصر معناها العولمة. نعم هذا الكتاب جدير بالمتابعة والقراءة والاطلاع وخاصة رسالة إلى المشرفين في هذا الوطن. شكرا حمدي لحول كان معنا منذ 9:30. شكرا سفيان خديم الله. أشكر كل الشكر الباحث الأكاديمي الأستاذ الجامعي المولدي قسومي اللي مقصرش معنا كذلك كل الشكر كذلك لي عميد النشرين في تونس ورئيس اتحاد النشرين سابقا الأستاذ نوري عبيد اللي باش يكون بعد غد مثل تونس في معرض الكتاب بالشارقة كذلك الأستاذ هدى كريد والأستاذ الفنان المبدع صالح ميدات كما عهدناه بأغاني بتدخلاتي. شكرا لك يا أستاذ صالح. تصبحون على في خير نلتقي في مواعيد قادمة وهذه رسالة حب لكل مستمعين الكرام وضيوفنا الكرام مرسول الحب عبد الوهاب دكاري نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في وترية ليلية إلى اللقاء. نسيتنا وهجرتنا وحالك ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحالك ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحالك ما تعود ما دام الحب بينا مفقود انت منا بعوز تدينا ما دام الحب بينا مفقود انت منا بعوز تدينا ما دام الحب بينا مفقود انت منا بعوز تدينا اسم المحبة اسم الأعمق وحر الشواق كان ترجك سول فينا ورجع علينا يذوب الصمت وتتكلم أغاني هينا مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وجبتنا وحالنا تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وجبتنا وحالنا تعود ما دام الحب بينا مفقود وانت منا بعوز تدينا ما دام الحب بينا مفقود وانت منا بعوز تدينا ما دام الحب بينا مفقود